بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة، وسلسلة رمضان كا وان كل حجرني وحانا وي عشر كي سدح يلا باتنات وي وبشر رمضان كا كمدة عشر كي أنا وحكو سبب سنيهاي عشر الأخير، العشر الأخير من شهر رمضان المبارك. طبعا كدن بفضل أوليها إيا وحيالها لباتن كي هوري أو كلا قاريهاي تاسوي مزيدة هي خصوصيات كطبعاً كانوا أيلا ذهاي أي كشيء كان إن هدي إلى هيره. وعن كسر لحشرنا عشر كي هوري ونصور شيقنا الدوم كنا وحد لي هاي آخر ذن وحوين أي تاي إلى هاي وحلي سبحانه وتعالى. أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ما واحد كرة لنقطتين وتكون قنع سنتهين دضو إلى هاي باله نولش الدنيا ذا كلية مدرها لكتير وكو قرع سنتين نولش آخر أمتش الدان ننك العكت إي الدون كي وحاس إيو حلال إي حاران أنفيرينين وعكو قرع سنية هاي ماشان أوني تاي دار القرار وليس دار الفناء. تاسو كو قرع سنية إلى هاي وحولي سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وروح عاد هاي ستان واتقيان إلى هاي أتكي سبحانه واتشوقيان متقيان أركي إلهي وحولي أرضيتم بالحياة الدنيا من ولا شان الدنيا ذا أو فانية ذا نيت كرة لنقطتين ها من الآخرة من الحياة الآخرة الباقية الأبدية متاسد كرة لنقطتين. إلهي مركز وحولي ورهي ده وعقل إلهي بني آدم كو أبو رأسه فما متاع الحياة الدنيا نولش الدنيا ذا ماها في الآخرة إلا قليل. آخرة مركي الله فيريو وآخرة إلا قرب لغو ولا لي الآخرة وي آخرة نعمة جرت الله أكبر آخرها الآد آخرها الله شقيسته آخرة ذا وقت كذا در إلهي سبحانه وتعالى واكله. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الله أكبر الدون في بعض دورتين لكن آخرة ذا ونكسل أي إلهي إلهي سبحانه وتعالى آية ذا قرانك وكشكينية موضوع عاص آدي أبديهين وحاوي مرك نمبر كأفراد وحيه وبشان رمضان طبعا كان دم أي خاص ليهن الاعتكاف نبي هو اعتكافي صلى الله عليه وسلم طبعا كي هرب بشان رمضان إيه طبعا كي كحيري إيه طبعا كي دم انتبا لكن رمضان كي قدم بي ونبي لمن يي وصومي وحاوة نبي هو اعتكافي لباتن كي دم اعتكافي نبي صلى الله عليه وسلم واعتكف في آخر رمضان صام 20 ليلة لباتن همين بنبو اعتكافي السقو الدنيا ذا السقوتين ايه اولي وداعا. الله اكبر وداعا بلا انقطاع ايا نكون هذا الان وداع وداعا بلا انقطاع وسقوتين ايه لكن سقوتين ان سقوتين ايه هل كائن او هرين ماها ها حولا هاتي كارلمان ادعولي هشيد انا تراهد بس اسكسا حتيما الى الين بي كارمان سيسا مرضا مكاقا بحسن سيادا مرضا بوخرادين ساسي كاربان إلا الراعي الربا حوله عبادتنا إلا الراعي ربطا اعتكاف على الربا نبقوا اعتكاف جري خاصة تنطبا كدن بأبادنا مركا داتك مسلمين تانا وحالق الربا إنا اعتكافا ومساجد دقلا وكنا قادا أذني يستيت طبا كدن بمساجدك إنا اسكتشوكتيت وضا كبحين واعتكافتيت او ادو دن اي ظروف اي شيء ضروري ما ان اذن كبحين او الهي سبحانه وتعالى حرير الا يلتيد او مسلها قد ميل دغتيد سداسا لا ربا سداسا فيعن وحا ويه مرك نبي مركو دنت كدبنا سوجاتك نبي واعتكاف جره صحابتي اي سلفتي اي تابعين وحنا ساس كسوتا وحتى يومنا هذا الى ما انت لغا سو غارو مرك اعتكاف مسات لغو نغادو او لا فريستو اجر عظيم هو ليهي أن لكم بكريم مركز فريستين ودقرانك أخرين يسين اعتكاف نيو وواحد ترى هذا اعتكاف نيو دي سيد أصله. وعن كسو قابنا يا مركة طبعا كان دمبي فضائشو أي ليهين أيام كسو قابنا يا
هدي إيبا إدمو وعاكا ميدا كو طبان كانو وحالي هذا عشر تمييز طبان كي كسوعنا بش اللباتن كيدا كالوي ويكسوع انتهي يتميز فيها الأبرار من الأشرار تتك أبرار تا أو ربي تعليها بارياشا وإلهي إليه إن الأبرار لفي النعيم وإن الفجار لفي جحيم إلهي إليه أبرار تا إيا وحالا كالسار إيا تتك أشرار تا إيا أبرار تا كوكا لبحيا بشان مصابقة وي وترتن هذا سو إذا عدي وحاسي ترتن سو مصميان ترتن كيبا تيرا بشان وأمد لك لسار إيا وسيدا وي وحاوي متقون تا إيا فجار تا لك رسال إيا وعلى كلا صار يا مقبولين تأي مردودين دتك دعي أمتعان كل دعي إيا دتك متقان إلى هيك أقبل وحودي أباسي أيا لكلا صار يا أهل الجد من أهل الكسل دتك يددالي أيا وحالك صار يا دتك كسلان انتها وليسي انتها وعاجسكها ونعبادة دربين ومرك حتى مسايدك إمادان أيكو نف نف سنعي وعنتدي متقانا كبت الدع دع دع سنعي ها إمانيا مركاز سولية إمام كويقو بدي ها وعرا سنعينا إمام حزب كنتو كنية مية إمام شن آيود كنتو كنية الدكورة وحاليري وقدما عربت مصر ميلاد ماغان أيا نينا إمام نقضي مركاز دوتكي سلاة كبحيي مركاز وحيي رقع دي هوري مدهامتان الله أكبر حال رقعو أيو عكوتك مدهامتان بس هادو صلاة دي مركي لابا أنه وحيي يا شيخ الله يهديك دولت علينا ليش ما تقرأ مدها في الركعة ومتان في الركعة الثانية يا شيخ ها مدها رقع نقول تجي متان رقع نقول ونقول دولت علينا يا شيخ الله يهديك هذا دسك ضعفاهنا هل كاسي مرسى حالة مساجد مدها متان كنت شنية أيال الرادينية مرك وحا للربا مدها متان ما انسحيس مدها متان ماها وح معقولة ماها تاسوحا ويدتك الوكا لسارية نمبر كاللبات او مزيدة ايا شرف تبش ايا طبان كدن بأيليهين وحا كم ذا عشر المساجد إنها عشر المساجد وطبنكي مساجد اللي فريسنا يوي ودتك اي مساجد اللازمية وحاوي طبنك هادي صغر شو نبقوا اعتكاف جري الى اي بشو كرنا ماتو نمبر كسد حاد وحوي هاي وعشر نزول القرآن طبنك الدنب وطبنكي قرآن كسود دقي او قرآن كالغشر في بشهر رمضان بشهر رمضان ايو قرآن كسلا كرنا حيسة بينهما سلا وثيقة حرير بكر دعي لأن قرآن كأفر الله تكم اللي سودة شيء أفر الله تكم أنا وحي كل عشر تا طبعا كتم به سيدا درت يدو وحوية وعشر نزول القرآن في ليلة القدر القرآن كسودة جاي أورب إليها إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر سنة النبي قلنا وحنو شيء جاي النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح الجامع كويا لو صحيحة وعليه وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان وعلى سودتي قران كا بشهر رمضان افر اللي بعتن كيدي مش مركب طبعا كانوا وعشر نزول القران نمبر كافراد او طبعا كان دم باي خاص كليهين او متقانا لا دريهين لباتن كي هو روحي تاسق رمضان ان نعمي برواقه كجري وعشر ظهور الحق وزهوق الباطل وعلو الاسلام على جميع الاديان وتطهير الكعبه من الاصنام والمناداه بالاذان من على ظهرها عندما فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم فيها في عام ثمانية من الهجرة النبوية الشريفة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما حي أقد وانتهي طبعا كانوا مش أول كيدي طبعا كي هوري طبعا كي الله ما حي أقد وانتهي وحي أقد وانتهي أون كواسكتان أولو فضيلي أولو خاسيالي أولو صرف أولو كرامي طبعاً كان أن نكون آن خير كيدي رادين إن النبي ونن أمره صلى الله عليه وسلم ظهور الحق حق مركو صو افتيمي أو صو ظاهري بعد الكينا مدح اللي تبيي إسلام كينا أو كرنقضي ديمه اللي شيغان يولن أو كرنقضي أيه طبعاً كان كتيرا ما وحسه لنبا على انصار كي إسلام كي الله أكبر على أنك مكي لساري إما كل يري كرك هذا لقى آدمي أشهد أن كعبض لقى آدمي
kacbada laga nadiifiyey asnaamtii iyo axjaartay caabudu jireen, kacbada dusheedana aadaan lagu sameeyey. Ilaahay markuu nebigan u furay sanadkii 8-aad, xorriyad ka wanaagsan miyaa jirta? Asnaamtii iyo balaayadii markii la baabi'iyey, waxa weeye waa shay cajiiba weeye. Waxyaalaha waaweyn guulaha muslimiintu ay gaareen ay ka mid tahay fatxu Makka ayay ka mid tahay, qodobka 5-aad annaha thuluthu alakhir min ramadaan, waa thuluthkii 3-aad oo ugu dambeeyay bisha ramadaan, waa lagu reeb weeye. Allahu akbar, waxa weeye ninku hadduu qur-aanka inta rabbinaas ka bilaabo albaqra uu geeyo, allahu akbar, darajo weyn buu leeyahay, waa u dhammaaday qur-aankii. Marka hadda haddaan awalkii soo soono ilaa maanta aan soomanahay, bifadli min allahi waraxmati, ilaahay waxaan ka codsanayna inuu noo dhammaystira inta in la dadaalo oo khaatimo khayr lagu dadaalo, sidaasa la rabaa. Waxa weeye qodobka 5-aad thuluth alakhir weeye, waqad fadala allah thuluth alakhir min alleyli wa min annahaari wa min alcaam, thuluth akhiirka ilaahay wuxuu ka fadal yeelay hameenkii iyo maalinta iyo sanadka dhan ba rabbi ka fardi yahay. Qodobka 6-aad waxa weeye waa casru leylat alqadri, leylat alqadriga hameenada la rajeeyo 10-kan dambe weeye, 21, 23, 25, 27, 29, wahaakada. Ikhwat aliman, waxa weeye waa markaas weeye, marka fiiha afdalu layaali alcaam, hameenka sanadka oo dhan hameenka ugu fadli badan weeye. Leetuqatriga dib baan u dhiganaynaa. Qodobka 7-aad wuxuu yahay casru mujaahadati nafsi, naftii la dadaalinteeda, 10-ka nafta lala dadaalayo, ictikaaf iyo cibaado loo go'o, iyo mujaahadati alawlaad, yani la toosiyo, salaada loo toosiyo, qur-aanka loo akhriyo, sidaas weeye. Waa mujaahadatu nafsi, naftiiba lala dadaa ayaa lala jihaadaya, mujaahadatu nafsi iyo muraaqabatu nafsi. waxaa jira waxa la yidhaha almujaahada walmuraaqaba walmuraatab walmuraabada walmucaataba walmuxaasaba. Intaasa laga rabaa ruuxa muslimka inuu sameeyo. Kow, horta aan dhammeeya, marka hore waa yahay qodobka 7-aad wuxuu yahay waa cashr mujaahadatu nafsi, baan iri mujaahadatu nafsi. Ahlu lijtihaad fi hada alcasri hum aladiina salaxa siyaamuhum faathmara siyaamu fi aakhiri shahr, kuwii soomkooda uu hagaagay oo ilaahay hagaajiyey weeye, oo markaa mirihii ay beerteen quranaya bisha aakhirkeeda. Nas'alu allaha alqabuul, nas'alu allaha an yataqabbala minna wa minkum saalix alacmaal innahu waliyu dalika walqaadiru calayh, waxaan rajaynaynaa oon guldaraynaynaa insha allah khayr ilaahay ka mir in ilaahay subxaanahu watacaala nicmada iyo barwaaqadaas ilaahayna waafajiyo. Ilaahay wuxuu leeyahay dalika fadlu llah yu'tiihi man yashaa wallahu dhu lfadli alcadiim. 21 suurat alxadiid, kuwa fadliga iska leh oo ilaahay deeqdiisa helaya, alladiina saamuu shahra wastakmalu lajra waadrakuu leylat alqadri wafaazuu bijaa'izati rabbi subxaanahu watacaala, dadkii soomay bisha ramadaan oo ku dadaalay oon lakhbadad gelin iyo carbada, soonkii waa sooman yahay, sharaabkii iyo tacaamkii waa ka tegey, laakiin sida kale kama tegin, xantii kama tegin, kama soomin, iskudirkii iyo dabkii qoriga dabka la wareegaya kama tegin, kama suulin, ishii kama soomin, walaac walaac yaa ii jeeda alle. Dadka qofkaa fiirinaya, ha indhahan qashin kala baxaya, indhaha ayaan qashin kala baxaya, gabadha meesha socota, wiilkan quruxda badan le dhab ku siiyo, ha allahu akbar. Aawa soomkii waxaa la rabaa xubnahoo dhan in laga soomaa, jirkoo dhan laga soomaa, intaa mees ilaali weyne waa salaali karnaa, waa la salaali karaa haddii la rabo weeye, haddii qalbigaaga ay ku jirto cabsida ilaahay iyo taqwada ilaahay. xalaawatu liimaan dhaaqa tacma liimaani man radiya billaahi rabban bilislaami diin maxamed nabiy, xadiis oo maaha kitaabu liimaan uu yahan filayaa saxiix muslim meel kasta ku jira, laakiin iimaanka kitaabu liimaan waxa weye. Marka xalaawatu liimaan waxaa dhadhamiyey ilaahay rabbi ninkii raalli uga noqday oo rasuulkiisa mataqaana nebinimo u qiray, sidaas weye, man radiya billaahi rabban
islaamkiisana diinka dhigtay haddeese rabbi raalli uga noqotay haddaad ilaahay matqan aad dhakrayso xadiis subxaana walahu lmathalu alaa fi samaawaati walard ilaahay maa la siri karaa ilaahay ma la dhakri karaa waxa weeye ilaah waa sooma yaa rabbi allahuma kfir lii watub calayi fainaka anta tawaabu raxiim ilaahu darsigan intaasu ku dhan yahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu